رئيس النادي يتحدث عن فكرة بناء على الأسفل. صحيح. مدرب ناشئين، إيش المعوقات اللي تواجهها في هذه المهمة؟ بلا شك يعني عملية البناء في الأندية خصوصا من الفئات السنية يعني يتخللها كثير من المعوقات وكثير من الإيجابيات، لكن الحمد لله يعني إلى حد ما حققنا أشياء جميلة في الفترة الرئاسية الأولى مع أبو محمد على استراتيجية محددة، بنينا يعني من البراعم إلى الناشئين ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن في دوري الدرجة الأولى للناشئين. اللاعبين الموجودين الآن هم صناعة النادي أو يكونون من أبناء يعني أندية أخرى حاولت أن تستقطبون؟ والله في نسبة كبيرة يعني من الناس اللي كانوا معنا في السنوات الماضية، وشيء لا بد منه أنك تستقطب يعني بحكم المنافسة أقوى، بطبيعة الحال أنك تجيب لاعبين يعني يكونون أفضل وتهيئهم وتطورهم حتى يعني يقوم بالمنافسة ويقدموا مستويات المأمولة في المنافسة والأهداف المرسومة من النادي، وهذا وارد يعني في الأندية كلها بحكم يعني الفوارق وعدم تساوي الفرص في الأندية مثلا اللي في مدينة منورة في الأحساء كنسمة يعني غير عن منطقة جلاجل، فأنت متطلب في مناطق هذه البلد الصغيرة أنك تجيب ناس من برا، وهذا حق يعني مشروع الحمد لله. إدارة النادي اعتمدت على استراتيجية الاعتماد على المدرب الوطني. اي نعم. كلمة لإدارة النادي حول هذا الجانب، وأيضا إيش متطلباتك أنت كمدرب وطني بمعزل عن كونك مدرب نادي صغير؟ والله بطبيعة الحال يعني أنا أشكر إدارة النادي على إتاحة الفرصة هذه أني أكون مدرب فئات السنية في النادي، وهذا بحد ذاته دعم للمدرب الوطني، وأتمنى هذا الدعم يعني يتواجد يعني في جميع أندية المملكة العربية السعودية لكفاءة المدربين الوطنيين وإعطائهم الفرصة، والحمد لله أنا اغتنمت هذه الفرصة وأشكر إدارة النادي متمثلة برئيس النادي سعد السبيعي على إعطائي الفرصة هذه، وحققت الحمد لله الأشياء بتعاونهم وتعاون اللاعبين، حققنا يعني أهداف جميلة وبإذن الله بنحقق أهداف أجمل وأجمل. أما عن المتطلبات المدرب الوطني بلا شك يعني احنا شفنا دعم الاتحاد السعودي وبالأخص اللجنة الفنية في المبادرة دعم المدربين الوطنيين، هي مبادرة جميلة ومحفزة، لكن إلى حد ما أتمنى أنها تكون يعني لها وضوح أكبر من ناحية التنقل من الدورات من الرخص اللي هي الدي والسي والبي والأي والبرو، في عشوائية شوي في الجانب هذا بحكم اختيار المدربين من انتقالهم من درجة السي إلى البي، يعني نجد بعض الزملاء حصل على الرخصة بي والرخصة أي ولم يمارس العمل نهائيا في الأندية، لم يمارس الضغوط، لم يمارس عملية البناء، لم يمارس الإعداد، لم يمارس أي حاجة، فبناء على إيش وصل إلى هذه المرحلة؟ فلما تكون الفرصة أو الترشيح لهذه الرخص اللي يحتاجونها المدربين الممارسين في الميدان، في بلا شك هذا أكبر مطلب أتمنى نستفيد منه حنا كممارسين في الأندية، إن حنا دائما نحظى بالأولوية في هذه الرخص سواء البي والأي وغيرها. أي والله الإدارة محرصة علينا من ناحية حضورنا في المدرسة ومن ناحية اختباراتنا، من ناحية إن نذاكر، من ناحية عشان اللي يجون هنا ما يكون عندهم أهلهم فما يكونوا حريصين، فالإدارة تكون حريصة علينا مثل أهالينا. تابع معكم وضعكم الدراسي. إيه تابع نتائجنا ووضع الدراسي، والإداري يعني دائما يومين ثلاثة شيك علينا في المدرسة. ترك أنت من أهالي المنطقة؟ لا من الرياض. إيش جيت تلعب في النادي هنا؟ جيت ألعب رزقي و... نعم. إيه وإن شاء الله أفكر باحتراف. ممتاز. قدام إن شاء الله. هل يعني تفكر إنك فعلًا تطلع درجة يعني شباب؟ فريق أول ولا تقول والله إذا جاني عرض لا أروح النادي ثاني؟ قبل ما أجي معرفني الكوتش أبو طلال والإداري أبو سعود معرفين على الفكرة هذه، وأنا وافقت عليها وقلت إن شاء الله، وكان من اتفاقياتنا إن يعني إذا جاني عرض إن شاء الله أروح النادي ثاني، بس إن الآن نبي أستمر معهم إن شاء الله. وش الصعوبات اللي يعني تواجهونها في المباريات؟ تنقل صعب، وش وين أبرز شيء يعني تعانون فيه؟ أكثر شيء نعاني فيه والله ما في شيء نعاني فيه صراحة، يعني الإدارة معنا وفي نفس الباص الإدارة معنا، عكس الأندية الثانية تكون الإدارة بعيدة عنهم وما يشوفون نفسهم إلا في وقت المباريات، لكن الحمد لله والله الإدارة متعاونة معنا ومسهلة علينا كل شيء الإدارة، وحتى الرئيس النادي معنا في وقت المباريات. التركي مدافع. الله. من كذا مدافعين في السعودية تحرص أنك تتابعهم يجذبونك بشكل كبير؟ والله عبد الله العمري كلاعبين سعوديين؟ عبد الله العمري هو اللي صراحة اللي ما شاء الله عليه راه انه كويس كمدافع سعودي.
طبعا هدف أساسي من الأندية أنه يكون رياضي وثقافي واجتماعي. ركزنا على الجزئية هذه لجذب المجتمع للنادي، دخول أبناء المدينة أو المحافظة إلى النادي، شباب أو صغار أو كبار، أيضا الجاليات، الجميع استهدفناه لإعادة الحياة في النادي. أيضا الداعمين والمهتمين بالنادي إذا شافوا البرامج هذه المقدمة والمستفيد منها يكون الدعم أكثر، يكون الاهتمام أكثر، يكون النادي حقق هدف من أهدافه. جميل جدا، هذه خطوط عريضة عن المناشط الاجتماعية، بدنا ندخل في التفصيل يعني إيش أبرز البرامج اللي طبعا ركزنا في رمضان. طبعا تكثر الاهتمام بالرياضات والبرامج والأنشطة، ركزنا في رمضان على إقامة برامج متعددة ومتنوعة، منها بطولة كرة قدم، الطائرة الشاطئية، أيضا الألعاب الإلكترونية، لعبة البلوت، ألعاب كثيرة ومسابقات كثيرة، وأيضا ركن للطفل تعليم الكتابة، تعليم الرسم، ومسابقات خفيفة للأطفال. استهدفنا جميع الأعمار، ولله الحمد كان النادي شعلة من النشاط، تقريبا 150 شاب ليليا في النادي لمدة 20 يوم في رمضان، والمحفل كامل كان يسمى بشخصية من شخصيات جلاجل وفاء له لما قدم المدينة، نذكره بالخير ونترحم عليه، واختيار عام من أبناء جلاجل. نعرف أنه كرة القدم هي عصب الأندية وهي الواجهة، هي الواجهة الحقيقية. نبي نعرف واقع كرة القدم في النادي. النادي الآن لا يملك فريق أول، صحيح؟ نبي نعرف إيش السبب وإيش الفئات السنية اللي موجودة في النادي وكيف وضعها. طبعا أول ما جينا كان موجود كرة القدم فريق الأول، حاولنا وشاركنا سنتين متتالية لم نوفق لقلة الإمكانيات، قلة الدعم، وأيضا زيادة المصروف على الفريق الأول. بدأنا بخطة أخرى ومهمة جدا وهي الأساس في جميع الأندية، وهو البناء من تحت من الفئات السنية. أسسنا فريق ناشئين، السنة الأولى نافس منافسة بسيطة، السنة الثانية ولله الحمد بطل المكتب ودخل تصفيات المملكة وصعد ولله الحمد إلى الدرجة الأولى. أيضا فريق الشباب وصل إلى دور 16 على بطولة المملكة وإلى دور 8 السنتين اللي راحت. فتخطيطنا أن هالمجموعة هي اللي تمثل الفريق الأول، كن عندك قاعدة تحتاج إلى دعم بسيط، أسماء بسيطة، دعم الفريق عمود فقري تقدر تنافس فيه وتصعد. استراتيجية البناء من تحت، من تحت من الأسفل. إيش ممكن توجهكم لو طلع الفريق أو صعد فريق الشباب الآن الفريق الأول؟ إيش أهم المستهدفات اللي تبغون تحققونها؟ طبعاً لن يطلب منهم منافسة من أول سنة، أعمارهم 20 سنة أو لم تصل إلى 20 سنة، تجربة أولى الوصول إلى أقصى حد في المنافسة. المطالبة بالمنافسة بعد سنتين بإذن الله أن نصعد إلى الدرجة الثالثة وبعدها إلى الدرجة الثانية. طبعا فيه انتقال كبير إذا صعدت إلى الدرجة الثانية، تغير في كامل النادي، لأن كرة القدم هي العصب وهي المؤثرة وهي الداعمة الأولى للأندية. ميزانيات الأندية الآن تركيزها على كرة القدم، وفي فارق كبير بين الأندية وسبب كرة القدم. أيضا تصنيف الأندية على حسب فريق الأول كرة القدم. ما شوهد في الحقيقة المنشأة من تجهيزات وإمكانيات، لأن كثير من الأمور ما تزال قيد المنشأة استكمال. يقول نتعرف على هذا المبنى اللي احنا موجودين فيه، إيش مسمى من صاحب شخصية هذا المنشأة، أي أقصد المسمى، إيش أبرز النشاطات اللي موجودة فيه، إيش البطولات اللي احتضنتها الحمد لله. المنشأة من عام 1432 تقريبا، الفكرة تبلورت هالفكرة ودعمت من قبل الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي،
والدعم لمدينة جلاجل بكافة أنشطتها ومجالاتها ومنها النادي. بدأت الفكرة ودعمت ونتاجها هالموقع اللي هن فيه ولله الحمد. مساحته تقريبا تفوق 3500 متر، تكون ملعب ألعاب مختلفة، مكاتب، نادي صحي، مسبح، صالة جيم. صراحة منشأة ما تلقاها في نادي درجة رابعة بهالمستوى إن لم يكن منشأة حكومية، لكن جهود ذاتية ودعم من أهالي فهي مميزة ولله الحمد. استضفنا فيها بطولات على مستوى المملكة، كأول بطولة في الصالة بطولة الدرجة الثانية لكرة الطائرة كان فريقنا مشارك فيها، نقلت المباراة النهائية على الهواء مباشرة في القناة السعودية. الجميع أشاد بالتنظيم وبالمنشأة، وهذا فخر ونعتز فيه صراحة. أيضا الموسم هذا استضفنا مباريات الدوري الممتاز لكرة الطائرة، النادي الفيصلي يلعب مبارياته في المنشأة، وهذا دليل أنها تخدم جميع الأندية، ليست حكرا لنادي سدير، هي لأندية المحافظة كاملة وتحت إذن جميع الاتحادات. الله يجزاهم خير، هذول من أبناء النادي، يعني رؤساء مجلس إدارة هالشركات سواء من لاعبين النادي أو من إدارة النادي السابقة، فكلهم محبين للنادي ومحبين لجلاجل. غير الداعمين القطاع الخاص، أيضا الجهات الحكومية في النادي، بلدية في جلاجل، بلدية جلاجل، المركز الصحي، لجنة التنمية، المدن الصحية، كل مكتب الدعوة، الكل يتكاتف لخدمة شباب المنطقة والنادي خاصة في برامجه. أشكر لهم ودعمهم، الله يجزاهم خير، ما قصروا مع النادي دعما ماديا أو بالرأي، بالمشورة، بالأفكار، بالمعنويا، مجرد دخوله علينا وإشادته باللي يشوفه وعملنا، هذا الحافز وهذا الدعم الأول للإنجاز. أن تخدم شرائح متعددة من الجمهور، تحقق منجزات وإن شاء الله بمستوى احترافي عالي، هذا الجانب الإيجابي، لكن أكيد في صعوبات وعوقات. شبرز الصعوبات اللي تواجهها كرئيس نادي يطبع في هذه المنطقة، أنا لا أعني المنطقة كجغرافية، ولكن أقصد في درجة ثالثة، في صعوبات أكيد مالية. صحيح. مالية، بدنا يعني تبوح، وش أبرز المشاكل اللي ممكن تعانون منها؟ والله مع التطور اللي حاصل في الرياضة السعودية ومع الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة، مع الخطة الاستراتيجية والدعم الاستراتيجي للأندية، الاهتمام بالألعاب المختلفة، الإنجازات اللي شفناها، الميداليات اللي حققناها في الأولمبياد، كل هذا ما جل من دعم الرياضة. أأمل وأتمنى الالتفات للأندية الدرجة الثالثة والرابعة لتواكب الأندية الأعلى مستوى، لا نعادلهم أو نساويهم، لكن نكون قريبين منهم لكي ننافسهم، نقدر ننافس ونصل سواء من التنظيم أو الحوكمة أو التنظيم الإداري، التنظيم المالي، ناهيك عن تحسين البنية التحتية، عن عدد الألعاب، دعم الألعاب، افتتاح أكاديميات، هذا كله لازم له دعم وله وقفة من الوزارة. وأنا أطالب، يعني ما هو طالب، لكن قد يكون الدعم لوجستي مو مادي، أو دعم مادي مراقب، يعني أنا أعطيك مثلا مبلغ معين لإنشاء أكاديميات، أنشأ أكاديميات أنا أسدد فواتيرها مثلا يا الوزارة، كذا نتساعد ونتعاون لظهور الأندية بمستوى عالي الجميع. نعرف أن الأندية كثير تتحفظ على موضوع الميزانية، بالنسبة لو يعني حبينا نعرف كذا رقم تقريبي ميزانية تشغيلية للأندية الفعلية. الفعلية أكثر من 1.5 مليون تقريبا، تعادل 1.5 مليون. الدعم الحكومي يصل إلى 800-850 ألف سنوي تقريبا، المتبقي دعم من أعضاء الشرف، من بعض زيادة دخل الأندية، التبرعات، اشتراكات العضوية، هذه اللي تساعدنا في دعم الميزانية. أيضا التوزيع الربع سنوي ساعد الأندية
جدا، كان أول تجي دفعة واحدة أو دفعتين. فالأندية في المنافسة تصرف كثير، وفي وقت غير منافسة يقل الصرف. الآن صار مجدول على ربع سنوي جدا رائع ومساعد لنا. منشأة زي هذه مدفوع فيها مبلغ وقدره يعني، ومن مواطن محب لبلده، كلفتها تقريبا 7 مليون، تعادل 7 مليون. خدمت جميع الأندية في المنطقة، منشأة على مستوى عالي، تستطيع استضافة أي بطولة، أي مجموعة في في في, في الأولمبياد تستطيع استضافتها، سواء طائرة، سلة، يد، أي ألعاب مختلفة. المحافظة على المنشأة أهم من استخدامنا لها الآن. كيف نحافظ عليها علشان تخدمنا أكثر؟ لا تخدمنا إلا بالمحافظة عليها وبشركة صيانة لها مخصصة، وهدية تقدم من الوزارة لنادي سدير. لأن صراحة يعني مبلغ وخدمة للرياضة، وميزانية النادي لا تستطيع تغطية صراحة المحافظة عليها أو صيانتها. لو يخصص شركة صيانة على قد المشروع، يعني لا أطالب بشركة كبيرة أو كذا، لا، على قد المشروع يسوى له دراسة وتجي شركة صيانة لهالمنشأة لاستمراريتها في خدمة الأندية جميعا، ليس نادي سدير. من اللي أبرز الأسماء يعني تدور في ذهنك؟ أول شخصية وأول داعم لجلاجل عامة في كافة المجالات ولنادي سدير خاصة، الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر أبو زكي الله يجزاه خير. الصالة هذه سميت بصالة الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر الرياضية في نادي سدير بجلاجل، هو الداعم الأول لها. أعجز عن شكره على ما قدم ويقدم ولا زال يقدم الله يجزاه خير. داعم للشباب، داعم للأنشطة الاجتماعية، داعم في جلاجل في جميع المناشط الخيرية الطبية والرياضية في النادي الله يجزاه خير، مهما قلنا لأنه في حقه. أيضا من أبناء جلاجل أبناء العواد الله يجزاهم خير، محمد بن عبد الرحمن العواد، نظارات السلمان، مصنع ستيكو، الشيخ سليمان التركي من أبناء النادي أيضا داعم، مجموعة سعود العصيمي الله يجزاهم خير، أبناء ناصر التركي الله يجزاهم خير، الجميع دعم ووقف الله يجزاه خير. وأنا أخاف أنسى أحد ولا شيء عن غير قصد. أيضا الجهات الحكومية بلدية جلاجل ما وقفت معنا وقفة قوية صراحة، ودعمتنا دعم غير طبيعي لوجستيا، سواء بالمعدات أو الكادر البشري الله يجزاهم خير، أيضا التخطيط، أو يعني جمال جلاجل من جمال نادي سدير الله يجزاهم خير. الله يجزاهم خير. الله يسلمك. إن شاء الله نلتقي في منجزات قادمة. مساك الله برضو النور أستاذ مشعل، وأهلا وسهلا فيكم في مدينتنا الصحية مدينة جلاجل. نشكركم ونشكر قناة الرياض اليوم على هالزيارة الجميلة والرائعة لنادي نادي سدير في جلاجل، والتعرف على منشآته وعلى مناشطه وعلى برامجه، والنادي يعني فعلا نادي الآن يقوم بدور رياضي ثقافي اجتماعي كما هي الخطة والمطلوب من الأندية الرياضية. نعم، كان في حديث لرئيس النادي تحدث كثير عن المشاركات الاجتماعية، أهالي المنطقة، قطاعات أخرى في المنطقة، وأنت من أهالي المنطقة وخير الداعمين يعني للنادي ولحقيقة المناشط اللي موجودة. ودي تعرج على هذه الزاوية، تكاتف أهالي المنطقة والجهات اللي موجودة في المنطقة. طبعا المنطقة تحظى يعني بنخبة من رجال الأعمال ومن المسؤولين الحكوميين، طبعا على رأس الداعمين وأكبر داعم للمنطقة سعادة الشيخ عبد العزيز الشويعر أبو زكي جزاه الله خير، وقدم الكثير لمدينتنا جلاجل، من ضمنها الصلاة الرياضية في النادي، المركز الصحي في جلاجل، جمعية جلاجل الخيرية، كل هذه بدعم
ذاتي وشخصي من الأستاذ عبد العزيز الشويعري، ولا نغفل جهود بقية أبناء المنطقة، عيال الشيخ صالح الماجد، عيال الشيخ محمد الماجد وسلمان وسليمان ونظرات السلمان، كلهم يتسابقون في ماذا تحتاج البلدة وما يحتاج النادي، وكلنا في خدمة هالنادي. يعني أنا التحقت مؤخرا بعضوية شرف النادي وتكريما منهم كرموني فيها، عضو جمعية عمومية، وإن شاء الله منها الأعلى بما نستطيع من جهد مادي ومعنوي لدعم النادي ومسيرته. النادي الفيصلي يلعب مبارياته في المنشأة، وهذا دليل أنها تخدم جميع الأندية، ليست حكرا لنادي سدير، هي لأندية المحافظة كاملة وتحت إذن جميع الاتحادات. يدعم البلدية الجلاجل، دعمت النادي بالكثير، وأنتم إن شاء الله بتشوفون مناشطها في البلدة ككل، يعني في مدينة جلاجل بصفة عامة، يعني قدمت الكثير للنادي، وما زلنا نطمح الكثير والأكثر. طبعا هم مشاركاتهم المعنوية والمادية بالآراء بالفكرة بالتخطيط وبالتنفيذ. جميل. ختام حديثي معك سادة فهد، ذكرتها في مطلع حديثك أنه مدينة صحية. أنتم تشوفون ما شاء الله الشوارع، تشوفون الأحياء، تشوفون النظافة في المدينة بصفة عامة، وهذا بكل بتكاتف جهود أبناء المنطقة. وتكريم جلاجل كمدينة صحية تكريم للشؤون الصحية وزارة الصحة وللجهود الحكومية ككل.